تلميذ الأطفال يعتبر وإشراكهم في الحرب أو في النزاع يعتبر أحد أسوأ العمالة بحسب اتفاقية منظمة العمل الدولية، وذلك لعدة أسباب، أهمها إغلاق وهدم المدارس، تحويلها إلى سكنات عسكرية وأهداف عسكرية من مختلف الأطراف. هذا من أحد أسباب. أيضا تسرب الأطفال من المدارس بأعداد كبيرة وغير مسبوقة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، جعل من السهل استقطابهم كمقاتلين من ميليشيات مقابل مبالغ زهيدة. جماعة الحوثي في اليمن جندت أكثر من 35 ألف طفل منذ 2014، تخيل 17% منهم دون سن 11 سنة. هذا بحسب حديث مندوب نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة. الأخطر من ذلك تدخل ميليشيات الحوثي بالمناهج الدراسية وإرغامها على إضافة مواد مؤدلجة. هذا يؤشر وينذر بمستقبل مخيف وأسود هي تواجدها، وتثبت تواجد هذه الميليشيات من طريق الحرب. لذلك هي تعمل على تفخيخ عقول الأطفال من الآن، يعني هي تجهزهم لكي يكونوا مقاتلين للمستقبل. عدم تحديد العملية التعليمية هي جريمة كبيرة تقوم بها ميليشيات الحوثي. هي تزرع في داخل عقولهم فكر متطرف، فكر قتالي يدعو للموت والقتال لعدة سنوات قادمة. أيضا ترعب الأمهات والنساء من خلال تجنيد نساء. هناك تجنيد مخيف أيضا للنساء وإظهار النساء بشكل بشع للعالم. النساء، المرأة اليمنية امرأة لم تكن تدعو للعنف، وهي أول صوت دعا للسلام.